وكالعادة تدفع البورصة ثمن التوترات السياسية في مصر، ففي الوقت الذي ثارت فيه التخوفات من تأثير عودة الانفلات الأمني والمصادمات بين الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود، والتي وصفت بأنها الأعنف مقارنة بسابقتها العام الماضي على البورصة والاقتصاد المصري، حتى جاء الإعلان الدستوري للرئيس مرسي وإقالة النائب العام ليحدث انقساما كبيرا في الشارع المصري وبين القوى السياسية المختلفة بين مؤيد ومعارض، وهو ما زاد الموقف تعقيدا وعمق من حدة التراجع في مؤشرات البورصة المصرية وسط تخوفات من استمرار هذا التراجع في ظل غموض الموقف ودعوات التصعيد والتظاهرات المرتقبة من قبل القوى المدنية والإخوان المسلمين. ما يحدث اليوم منطقي هو تخوف من تكرار ما حدث أيام ما بعد يوم 26 و 27 يناير قبل جمعة الغضب في يناير 2011، وتخوف من أن لو تداعت الأحداث بشكل أكبر ما بين الانقسامات ديت وما قد يقود إليه من تراشقات قد تصل إلى الاعتداءات الجسدية، قد يؤدي إلى غلق البورصة، مما يؤدي إلى وجود مجموعة من التخوفات عند المستثمرين المصريين بأن الوضع قد يكون أسوأ مما هو عليه في الوقت الحالي، قد يسوء أكثر. ورغم التراجع الكبير الذي شهده المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يصل إلى حدود 10% والمطالبات السابقة بإغلاق البورصة في جلسة اليوم، إلا أن الكثيرين يؤكدون دعمهم لقرار رئيس البورصة بعدم تكرار التجربة السابقة وإغلاق البورصة من جديد مهما كانت الأسباب. بالتأكيد احنا لم نقترف نفس الذنب اللي اقترفناه قبل كده بإغلاق البورصة المصرية أيام أحداث الثورة المجيدة، فبالتأكيد أنا مع قرار رئيس البورصة ان هو لابد من فتح البورصه واستيعاب الحدث، خاصه انت لا تعلم مدى هذا الحدث، هو لا تعلم هل سيستمر، فاذا قمنا باغلاق البورصه لفتره وتلاحقت الاحداث وكان من اسوء الى سيء، فهتكون عندك صعوبه في البورصه، هتفضل تاخذ تستوعب هذه القرارات في جلسات متتاليه من نزول السوق، لما يكون مستهدف نقطه معينه بسبب احداث معينه لازم هيجيبها. وفي الوقت الذي تثور فيه التخوفات من امتداد التأثير السلبي لكل قطاعات الاقتصاد المصري، تؤكد الحكومة المصرية على عزمها المضي في خططها الاقتصادية وعدم تأثير هذه الأحداث على مفاوضاتها للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية، والتي تصل إلى حوالي 14 مليار دولار. التجارب المتكررة أثبتت أن البورصة المصرية تحتاج أكثر ما تحتاج إلى الاستقرار، فالاستقرار وعودة الثقة ووضوح الرؤية هو الداعم الرئيسي لا فقط للبورصة وإنما لكل قطاعات الاقتصاد المصري. عبد الرحمن البسيوني، سي إم بي سي عربية.